الخبر الاول اللي عدنا عن اسو وصول قناته باليوتيوب لل 2 مليون ونص، فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب، ولا تنسون يا حبايبي تباركوا لها بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد الجواني والقنبلة اللي حينزلها باكر، اللي هو يوم الاثنين راح ينزل اغنيته الجديدة، بحسب ما نزل بالستوريات انه هذه الاغنية راح تكون ويا بنية، ولكن هذه البنية قال انه اكو بيناتهم مشاكل وحاليا انحلت، وبعدها نزل هذا الستوري يقول راح تعرفوا ليش هي الوردة بعد بكرة. من الواضح انه اكو شيء قوي راح ينزلنا يوم الاثنين، فكل ما علينا خلينا ننتظر ونشوف. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي بيسان اسماعيل، فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي صدمت بيه الكرة الارضية، فبهذا الستوري كان بيسان صلعة، وبهذا الستوري اعلنت من خلاله انه راح تنزل مقطع اليوم الساعة 9. هذه الصورة اللي نشرتها وحسب ما الاغلب يتوقع انه اكو احتمالين، يا ما يكون مقلب يا ما يكون لا سمح الله صار بها مرض واللي هو السرطان لانه جاء اثاره، ولكن الصراحة اتوقع انه موضوع مقلب مو اكثر، فاكتبوا لنا بالكومنتات يا حبايب توقعاتكم لهذا الموضوع. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين انس واصالة على يحيى وسحر بسبب اخفاء اسمهم من التعليقات اللي عدهم. حاليا لو دخلنا على اخر مقطع نزلوا ونزل بيه على التعليقات راح نشوف انه كل التعليقات انقلبت بالانجليزي، مكتوب عليها جيش انس واصاله واللي يريدون يجمدون المشاهدات. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وهل هم يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن قمر مارو واخيرا رجوع حسابها الانستغرام الها، فصورت شويه ستوريات للسفر فنزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي من الواضح انه هي من داخل الطياره، وبالستوري الثاني كانت كاتبه بيه الحمد لله وصلت بخير وسلامه للناس اللي تسال وشكرا كثير، واخر شيء ختمت بهذا الستوري اللي كان من داخل العراق واللي نزلت على حسابها الانستغرام تقريبا الساعه بالوحده، فالف الحمد لله على السلامه على وصولها بخير. الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقه اخونا رين بيوتي شيرو، شيرو نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي وضح به المتابعين انه هذا الاثر اللي كان على رقبته هو مو شيء عيب او هو شيء حرام وانما مجرد اثار العمليه مالته، لان اغلب اللي شافوها بالبدايه كانوا يعتقدون انه هو شيء عيب او نقدر نقول يعني هو شيء حرام وصاروا يتهجمون عليه، فطلع بهذا الستوري عمود يوضح حطوكم يا شوفوا. توضيح بسيط ومهم كثير كثير اللي هو انه يا جماعه جرح العملية اوكي ما هو اكتر ولا اقل. الخبر الخامس اللي عدنا عن ستيلا وكشفها الحقيقة والموضوع كامل عن اختها وابوها شنو اللي صار بالضبط، فستيلا نزلت على حسابها بالانستغرام هذا المقطع اللي صراحة شوية طويل ولكن شرحت به الموضوع بالكامل وحط الصور لابوها، ولكن صراحة شوية الصور هذه قوية فاذا انت اقل من 18 انصحك ما تكمل المقطع يعني، وشوية شرحت به الموضوع شنو صار وياها وشنو صار ويا ابوها وشلون سوى الحادث او ليش هو بالمستشفى اساسا، راح احطكم كل هذه الاشياء شوفوها حاليا. مرحبا يا جماعة، أنا حابة أتشكر كل حدا بعت رسالة حلوة، بعت لي أدعية واللي بعت لي آيات قرآنية واللي قاعد يقول لي إني أنا جنبك واللي كل حدا قال لي إنه عرض علي خدمة وقف جنبي، عن جد كل آياتكم أنا قريت رسائلكم تقريبا حاولت أقراها قدر الإمكان يعني، جد بشكركم من كل قلبي وما بتمنى يعني الشيء اللي صار معي ما بتمناه العدوي. الشيء اللي شفناه جد ما بنتمنى لحدا وان شاء الله ما بتشوفوا شر بحدا غالي على قلبكم يا رب. نحن لسه ما طمنا على بابا فما بنعرف شو وضعه لسه يعني انه اذا رح يتحسن ولا لا، ان شاء الله يا رب نتمنى وندعي له انه يتحسن. لساته هلا هو تحت العناية المشددة وتحت المراقبة، وضعه يعني لسه ما بنعرف اذا رح تصير تطور شو التطورات اللي رح تصير، جد لسه ما بنعرف، فلسه قلبنا على نار وعم ندعي له. اللي صار اني الموضوع كتير اثر فيني وقهرني من كل قلبي، انه هنن نكروني وما حكوا فيني وانه هنن مو معترفين علي، وانه هنن لما العالم تسألهم انه انتو كم اخت ما يحطوني بيناتهم، وانه هنن شايلين صوري من حساباتهم كلها تماما تماما حاسبيني على الاخير. فانا هذا الشي جد كان بالنسبة إلي عادي، ما عمل لي رد فعل، خلص قلت يصطفلوا هنن هيك بدهم، هاي حياتهم الشخصية وخلص وأنا ما بهمني. بس لما وصل البواصيل لأنه بابا يكون هو الموضوع ويقعدوا ينزلوا عنه بهي الطريقة، أنا هذا الموضوع كتير استفزني وما قدرت أضل ساكت وقلت لازم أطلع أحكي، لأنه في كتير عالم متأثرين فيها وبتاخد نصايح منها وعامل عليهم مرشدة نفسية وهن بدهم مين يرشدهم وينصحهم، لأني عن جد الشيء اللي عملوه كتير غلط ومانه مقبول ومرفوض رفض تماما. هلأ رح حطلكن الشيء اللي عملوه بالصور. هلأ مثل ما شفتوا كيف كاتبين بطريقة وكأنه حدا شخص غريب أو كأني حدا من فانزاتهم أو من فولورز اللي عندهم بيعطيلهم رسالة إنه لو سمحتي انشري لنا عندك واحد مريض خلي يدعو له الناس. صدقوني يمكن لو كان هيك ما كانوا كتبوا اسمه على القليلة.
خجلانين يقولوا انه ابوهم. لك شو الشيء اللي بيمنعهم انه يكتبوا ابوهم؟ شو الشيء اللي بيمنعهم؟ مهما الواحد خبى وعمل عن الدنيا، بس ما بخبي انه انا عندي اب، وهو لو هالاب هو مريض. يا اما ما بنزل، يا اما اذا بدي انزل بكتب انه هو ابوي المريض. وين المانع؟ شو الخجل بالموضوع؟ شو الشيء اللي بيمنعهم انه يكتبوا ابوهم اللي هو كان مريض؟ ما في اي مبرر يبرر لهم هذا الشيء اللي عملوه بغض النظر. فأنا هذا الموضوع كتير كتير استفزني. يمكن تقولوا إنه أوف أوف، يا ترى شو صاير مع أبوهم لحتى لهالدرجة هيك؟ اللي صاير مع بابا رح أحكي لكم هلأ لحتى تعرفوا. طبعا هذا الشيء من حقكم. بابا كان ماشي بالطريق عم بيقطع الشارع، وضربته سيارة كانت طايرة ومسرعة، وضربته ضربة كتير قوية لدرجة صار معه نزيف بالدماغ. فوضعه كان مخطر، كان عنده عملية، ضل 5 ساعات بالعملية. عمليته كانت نسبة نجاحها 5%. عملناها ويعني وكنا عم نستنى معجزة الله. الحمد لله وقف النزف بدماغه، بس لساته هلا هو تحت العناية المشددة. لسه وضعه ما استقر. هلأ راح أورجيكم الصور، لأن الحكي مو مثل الشوف. صراحة أنا ما كنت بدي نزل صور بابا بهذا المنظر، بيعز علي كان كتير إنه نزل، بس لأنه لازم تعرفوا وما في عيب بالمرض، والله يجازي اللي كان السبب اللي عمل هيك وهرب. الحكي غير الشوف طبعا، مثل ما قلت لكم، قد ما حكيت لكم مو مثل لما تشوفوا. فأنا كتير حابة إنكم تشوفوا كيف هو بأي وضع، حالته يرثى لها. هلا رح اترككم مع الصور، وانا كتير اسفة اني رح نزل هاي الصور، بس لحتى تعرفوا ويوصلكم احساسي اكتر وتفهموا قصدي اكتر. وهلا مثل ما شفتوا وضعه كتير خطير، وضعه كتير خطير جد، لدرجة يعني لما فتحوا لي الفيديو هو بسوريا وأنا برات البلد ما صدقت إنه هاد بابا. جد كتير يعني شكله كان كتير كتير مريب. لهيك أنا الموضوع استفزني وما قدرت أسكت عنه، وقلت لازم أحكي ولازم العالم تعرف، لأنه هي كتير في عالم تابعينه وبيقلدوها وبيعملوا مثل ما بتعمل، فلازم العالم تعرف انه هي مين. ما بيكفي انه نكروني، لسه هلأ قاعدين ما بدهم يحكوا مين اللي هو الشخص الضرير واللي ملقح بالمشفى وعم يعمل عملية ونسبة نجاح عمليته 5%. ما تشوفوا شر يا رب، ان شاء الله عن جد ما يحطكم هيك بهيك موقف يا رب. بتشكركم كتير كتير جد، رح حاول هيك بقدر الإمكان وهيك بأقصر وقت، بس الصحة اللي جد رح رد عليكم كلياتكم وتشكركم واحد واحد. أنا بالنسبة إلي أنا معتبرتكم يعني أهلي، ناس يعني هيك وقفوا جنبي. لهيك بدي أتشكركم كلياتكم جد، بس هلأ نزلت هذا الفيديو لحتى أتشكركم كلياتكم، لأني جد أنا هلأ بوضع وظرف، يعني قاعدين عم نستنى يا رب اليوم يصحى، ويا رب هلأ بيصحى، ويا رب شي شوي بيصحى وبيتحسن. الدكاترة لسه ما بنعرف شي، لسه ما خبرونا، قاعدين عم بيطلعوا وعم بيشوفوا شو ممكن يصير معه، كيف ممكن يعالجوا، كيف ممكن رح يصحى بعدين. وهلأ بتمنى منكم أنه تضلوا عم تدعوا له بالشفاء العاجل يا رب، واللي بيقدر يقرأ له صور قرآنية بيكون كتير منيح، والله يعطيكم ألف عافية. وبس والله هنا وصلنا نهاية المقطع، أتمنى المقطع عجبكم، لسه حطوا لايك، اشتركوا بالقناة عشان أكون فايز يوم قدم لك القصص. وبس مع السلامة.